السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، شجان بخير، نتمنى دايرين بخير وعلى خير ان شاء الله. اخوتي كما كتشوفوا، ندوزكم اليوم الحسيمة الاصبح. معيشة اليوم مع الصباح كما كتشوفوا البحر كيف داير، المنظر زوين. شتورة ما يثما هاكم تسعدي حسيمة في الصباح، غير المنظر المليح بزاف شتورة، يعني الجو المليح ويسمد ويحمي، ولكن مع ذلك أينا السقا مانيس، يعني جيت المغنيط. مشيت ورا مساحة، مشيت جا سيثما، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، شجان بخير، نتمنى تيرين بخير وعلى خير ان شاء الله. مشيت ورا ميتنا، كنت صالح، خمسين من عرف الصباح، نهار قد فوت مشيت ورا، الجو المليح ويسميد ويحمي، ونهار نتمنى إن شاء الله غادي يتسرى شي حاجة من مغيني، غادي يسجم شي حاجة من مغيني. كما سمعتوا اخوتي، اسمعوا لي نقولكم، يعني شي حاجه اللي غتنفعنا كامل ان شاء الله. احنا دابا في سيدي عابد، باش تورى ما يسمع الشركه اخو سيدي عابد، النهار متني نهار كرخ ان شاء الله، هذا ريخ سيد النيو اوميغا فيديو نهار النيو شن يوم عايز كون مدر تيام السعدي اختي كم ابن طعبي السبرمي الرجل السعدي رخمي سيد السعدي فيديو نيو كوزي النار يعني فريض مات في هذا هو السيد نكر ديرو شو مسكين عاوني في سبيل الله شن كذا رفع السيد تسيد شي حاجة، والمهم تعاونت لي لوجه الله الأخر يخفي ديوني، ونتمنى إن شاء الله تعاوني وذان، ونتمنى إن شاء الله وني وش إن شاء الله أثي وش لوجه الله، لأن أي حاجة قيت من بين والنية، لأن من غير النية أقابنا الموهي ما بغاش والو، النية أفضل من الأعمال، كل النية وخش سوشيت لي وجه الله سيد نبقى مسكين بقى وغاش هذا شو نبقى نسيت مليح والجميع وغوث نسين المهم وني وش نرجع عاود ثاني وش لي وجه الله يجي السيد مسكين يقي التليفون الله يوسع عليه مسكين الله يسهل عليه ولي يسهل خمسر من النار ان شاء الله. شنو قاصد زعما يعني حداش بجاز كيماس التليفونين تا يعني خاصها تسكسا مني خاذا مني خاذا سكش مشا نحاش السكا مخيس من الناس مني خا المهم والسيدة مسكين زي بلجيك نتمنى ان شاء الله سينا ربي يضع رزق لان الصدقة منكم من الصدقة ما لا تصدقش ربي العالمين يوعدهم بان لكم يخرجكم يخرج في طازي منين يوعدهم الوعد تسمى وكما نوجههم يوعد تسمى الرجل على الوسم وخصخينا شمال الصدقة وترح وهباء منثورة عما سترح هباء منثورة أول شيء أشي خرفاء بين الدنيا قبل الأخيرة هذا وعد الرسول عليه وسلم شخص وش الدرس خمانية ودي الأخيرة غا كرنا شيء مغار لأن السيدة مسكن زي بلجيك مسكن يجي التليفون إنه يلا يجزك بخير أشي سكن خيش كويست فهمت إني غاس مرحبا هم قالوا إني غاس تما
واش مخي يسخهم كاع النايمه على شويه الشكه كيفاش كيفاش ني غص واخا استويخ ومسكين اسكاليد اسكاليد ديال البركه وروح ان شاء الله نهار استويخ سوفوسين وحتى ثلاث وكم كي خاص فيديو اتزام لان اتزام سي طويل ما سوخ الامانه ني غير ديني وكم سكا وكم شنقوم شحال اذا ماني ني دغيا ما تسير جارس جارس السيد ني سير وزمع فتح وزمع دقخ ولكن الامانه السوخ الامانه السوخ كم ديت واحد السوخ نعم سيدي وصح الفيديو غاك السيد ني خاصي نتا بلا واش الامانه تيحسب بزاف ديال الناس كرخي نتا خاص فيديو ني اسكر خي نتا واحد تما وانت واش غادي تسعاو انت بالحقيقه مسكينين نايل لان واخا خاص السنخ والو لان مسكين سيدني الضري الله يعمر راسنا ان تما اناش كان صافي ديال الاجل اللي واجه الله ولكن شلا واخا منين اسقاذ عام سيدي غاس وحار دي ناس فيديو انت يحسب بزاف ديال اسقاذ تما المبلغ ني دي واش منين ديريكت ومسكين زعما باش تسن بنامي ديال الجرخه ومسكين من داينا هم قالوا مي دغيا سقاذ ان هي اكاديمية 100 درهم قلت لي سنسوي ولكن جوا سني خواه ولا جي ثمني جي تخني انس ولا تيبقى تشوف حسن سوز مغاري شد ثمانيه اللي وجه الود ولا حسب ليسانس شنو خصها يحتازي مانايا يحتازي مانايا بالكثره ان شوني الحمد لله شد اخ من غانش كرني غاس ونتمنى ان شاء الله اديريني ود انا ما شنو السيد ونتمنى ان شاء الله ما نشوي ما نبغي نخيط ما زعما مي سبحان الله ميزي بقى يمشي مسر من شي يخصني مرة بيض شي داخل خا بزاف الصراحة شي داخل خا تكسنا خي وذا انا شوني غدا ولا ما يعاونا يا ويا وقا كلشي دغيا كيما كاين شوني الدنيا فانية باللي فيها الدنيا تكمر سمين دايس سمين وذايس واش تكمر كلشي دغيا كيما بلا ما يتفي الا من غير كليا واش واش كاع زعما السيد مسكين يقيت التليفون عم إنا يوشي التليفون نشغل قالوا يقيت السيور ديكي وش هاس التليفون السيور ديكي يدير ومسكين ضريف الله يعمر أصلا الصراحة سيانا ربي إن شاء الله ديرية ما سيانا ربي إن شاء الله ذي أرسخ إن شاء الله لأن أمنكم نيخ إناش ربي العمشي إنا ذي القرآن إناش إناش مرثا نفكم إيش نتحبوش إناش ربي العالمي تش يكمل وش دايس سبع سنابل كل سنبولة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء وشوف هاد الكلمه من سيد ربي العام الا شوني غير صدقنيش نتحب واش يمسي تغيش نتحب واش في سقان شي نقراسي من دي مثلا ربي واش سبعه انت دريثين وسيدرين ما كلش داي سميه ويقدر تضاعف طازي زي سبعه يعني 700 الا 700 14 هامش تصدق غيش نتا مزيان باش تسلم تسمى ارخادي سيدي مالايا ونتمنى ان شاء الله جديد باش من غنرخا ديني شو تما انت السيد ني كمسكين الناس تغير كان بورخ انت وخاص كاع الناس خصيا هذا راه حقاضي السوق حتى ريم زعما باش نديش السوق وسط الناس والمهم شو واخا مني غادي راه حقدني انا هذه حقاضي السي غادي السي واضح ماشي مشكل باش نتعاون من وجه الله ديني حدي خصها دي سقاد يعني الطريقة نغني مرحبا شين المهم نشين ما يخصها ان شوني اي حاجه تكيخ تكيخ تسمى سينا ديني شوني بس الحوجة تما أي حاجة سيد تما تخذ فيديو بلا ويغاس وأنت شخصيا وني ديسك هاد مانين غاس جارس أنت جارس أنت ويتي في واحد جارس جارس أنت بلا تين عشان يتفي أنت نعم سيدي غاس أنت يحسب أنت يحسب الزات نعم سيدي خاص فيديو غاتسك هاد خي وني ديسك هاد باش تما كورجا هنا باش راه نشد هاني لأن راه نشبغي تخمانين غاتا السيو خي جن الأمانة يجن الأمانة إباب الناس لأن كارش الامانه بلا ما تسود مرات خاص يعني الشهود احسن لان رب العالمين تحب امانه يعني شتك خمانه من غير لوجه الله ونتمنى ان شاء الله اديرين يوذ انا من السيده زعما الله يعمر راس السيده مسكين زيبرجي كاب انكم مني اسي انا ابي دير هي ماسي انا ابي ان شاء الله يدير الارزاق وس يعني اسي ان شاء الله ان شاء الله وليدات الصالحين ان شاء الله ماني غنطالب ابصر كيما سمعتوا خوتي كنت درت واحد فيديو على واحد السيد مسكين ما عندوش في البادية و داك السيد ودابا انا اصلا ما صوتوش واش عاونوه ولا ما عاونوش ولا المهم هضرت مع غير البارح قلت له راه غادي نجي لعندك اليوم انا اصلا ما سولتوش ما انا ما فيش داك الشيء تسول ولا شي داك الشيء ما يعني ما كنبغيش انا ندخل شي حاجه اللي ماشي ديالي نقولكم الصراحه الحاجه ماشي ديالي ما ندخلش فيها واحد السيد مسكين من بلجيكا دار لي التليفون قال لي اعطيني نمرتك نهضر معاك قلت له واخا انا صحابي علاش يهضر معايا
دار لي التليفون، عطيت له نمرتي واتصل بيا بواتساب، قال لي الله يرضي عليك غنسرد لك شي امانه ديها له. وقلت له علاش ما تسردها له لي هو؟ وقال لك هو بحالك بحال غير ديها له دابا، حيت هو اصلا عنده الحق، حيت هو اصلا مريض ما يقدرش يجي، يعني حتى الامزورني خصو نمشي نجيبو انايا ولا يجيبو شي واحد، ولا غادي يتعذب شويه، ولكن معليش ماشي مشكل، واخا هكا نمشي نجيبو يجيب يدي فلوسه. بعد قال لي لا، قال لي مسكين لا نسردهم لك نتايا وتديهم له. قلت له ماشي مشكل، الدنيا هانيه الخير نديرو ما كان حتى مشكل. ومسكين الله يعطيه الخير هذا السيد هذا من بلجيكا، الله يعطيه الخير وقوة عليه الخير. ومسكين قلت له واخا كل حنا ما نديرو غير اللي علينا، انا الخير انا كيعجبني نديروه. ومن قبضت الامانه البارح قلت له، قلت له راه الامانه راه سردها لي مسكين، ولا البارح هضر معايا ولا لا ربي سمح لي البارح البارح ولا البارح هضر معايا في العشيه، واليوم والبارح دابا الجمعه البارح سردها لي. ومن سردها لي وصلت عندي درت له التليفون، يعني سرت له سرت لي ميساج قلت له راه وصلت لي الامانه، راني قضيتها ودابا خصني باش نمشي نديها له. ومسكين الله يعطيه الخير الصراحه. ومع ذلك قال لي حيت بعيد شويه من هنايا، قال لي مسكين في التالي ما قال ليش يعني شنو غادي يدير في التالي. حتى البارح مسكين سرني قال لي سرت لك شحال سرت له داك السيد، ومية درهم ديرها مازوت على حسابي الله يعطيه الخير مسكين. وانا ما قلت له والو، ما قلت له لا يه ولا لا، خليته هكاك. انا اصلا ما نرضاش بهذا الشيء هذا، ما نكذبش عليكم ما نرضاش، واخا نخسر اللي خسرت ما غاديش نقعد حتى فراك نمشي واحد. وكما سمعتوا خوتي قال لي خذ لا هو، ولكن دابا شنو غادي ندير انايا؟ لان انا قررت شنو غادي ندير، يعني انا غادي ندير واحد الفيديو من هنا للدار، يعني حتى لذاك السيد نوصلو الامانه ديالو وندير له الفيديو، واحد الفيديو يحسب فلوسه قدامي. نعم سيدي، وندير واحد الفيديو، هذاك الفيديو غنسردوه لذاك السيد اللي سردني فلوس، ما غاديش نديرو يعني هادشي كيبقى بيناتهم، يعني ما خصنيش نخرج شي حاجه، يعني السر ديال الصدقه غادي يبقى بيناتهم. وحتى داك 100 درهم اللي قال لي اللي سردها هو ما قاليهاليش في الاول، كان قال لي في الاول نقول ليه لا، وحده مسكين حتى سردها قال لي راه عندك 100 درهم تما باش تمشي وتجي، ولكن انا ما غاديش ناخذ داك 100 درهم ولا اقل ولا اكثر، هذا كيبقى ديالو ديال يعني داك السيد اللي مريض، انا غنديها له حتى هذيك غيدي حتى هو، انا ما ندي حتى فراك لشي واحد. يعني بغيت تسردوا شي حاجه، انا ما بغيت حتى ليسانس والمازوت وكل شيء من عندي الحمد لله، انا الحمد لله عندي ما ناكل وما نشرب الحمد لله. نقول لكم الصراحه انا ماشي درت هذا الشيء هذا على شي حاجه، كنديروا لوجه الله وربي اللي كيخلص على كل شيء، هذا الشيء اللي كاين. ومسكين لا كثر خيره، قال لي مسكين راه زعما على المازوت ديالك وهذا. قلت له حشومه انا ما نقدرش ندير هذا الشيء، انا ما قلت له والو الحقيقه، قلت له حتى ندي فلوس لذاك السيد يحسبهم داك الشيء اللي سرد لي، حتى سنت واحد ما غاديش يبقى داك الشيء اللي سرد له غيشوفوا فيديو، يعني كل شيء مباشر، يعني غنسرد داك الفيديو غنسرد لي له هو اللي سرد يعني مول الفلوس، باش نقول واحد يبقى مرتاح. انا فرانك ديال بنادم ما يدخلش عندي، وما نزيد انا نقدر نزيد له وما نقص له، نزيد له على داك الشيء اللي سرد له نزيد له، وما غاديش ناخذ شي حاجه اللي مازوت كندير داك الشيء في حسابي، حنا غير كنجرو يعني الحوايج كاع، يعني ما يعني ماشي شي حاجه عاد نقد منه مازوت ولا شي حاجه. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، نتمنى ان شاء الله تفهموا لنا، ونتمنى ان شاء الله اللي يعطى شي حاجه يعطي في سبيل الله. راه كيقول لكم واحد المثل، راه اللي دار الخير خو مسلم راه الصدقه، خصوصا الصدقه قال لك راه الصدقه هي كتزاد، اللي نفق 100 درهم ربي عيطيلو اكثر، ولا المهم غيضعف داك الشيء اللي بغاه هو، لان داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. ونتمنى ان شاء الله الخير، نكتفيو بهذا الفيديو هذا، ولكن خصكم ضروري تتابعونا باش تشوفوا الحقيقه وتشوفوا كل شيء اللي كاين، وتشوفوا يعني الحوايج اللي غيعجبكم.
ونتمنوا الخير ان شاء الله. الا الا كان شي واحد مريض ولا شي حاجه بغى نديروا ليه شي فيديو لوجه الله ولا بغى يطلب شي حاجه، احنا نساعدوا لوجه الله وما نطلب منه والو، ما حتى الا كان خصوصا الا كان بعيد بزاف ما نقدرش يقدر يدير فيديو لراسو. الا كان حنا النواحي نقدر نمشي عند الحسيمه ولا النواحي وداك الشيء نمشي عنده ماشي مشكل، نمشي نجري ماشي مشكل. الا كان بعيد بزاف يقدر يدير فيديو لراسو يسردوا ليه امش سرامي تما، وني خصني ازيد شان فيديو لوجه الله عشان الغرض شي حاجه بصحي حاجه تما ديري لي حاجه تسير تير حاجه نيشان، واخا خصني نشرب الصداع واخا خص بوينا بنادم مش مريض الصداع واخا خص قاري واخا خص ماشي كتاكل خزيسنت من باش هذه السن. وان شاء الله هادي وابي السهل ان شاء الله دين حداس فيديو اذا شان معاون ياخذ اي حاجه نغني شي راك موجود يعني شويه كي ستخنا فرانك الاول وماني الميجا غاسر حدا النواحي الحسيمه الا ما ريبكوش امنكم اللي خذيك فيديو هذه سكاه. ونتمنى ان شاء الله ونقل شان رخياتك لوجه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.